بسم الله الرحمن الرحيم، حلقة جديدة من دردشة طبية على السريع. طبقا لإحصائيات نقابة الأطباء في 2021، فعدد الأطباء المسجلين حوالي 213,000 طبيب، منهم حوالي 126,500 خارج مصر. معظم الأخصائيين والاستشاريين، يعني اللي معاهم ماجستير او دبلوم او دكتوراه، بيعملوا في الخليج، في السعودية، في الكويت، في قطر، في عمان، في الامارات وهكذا. منهم 50,000 في السعودية لوحدها، 10,000 في الامارات، 15,000 في باقي دول الخليج. في امريكا في 25,000 طبيب مصري، في 12,000 في كندا، في 8,000 معظمهم من حديث التخرج في بريطانيا، وكتير جدا بنشوفه دلوقتي بيخلص بكالوريوس الطب ويبتدي يجهز مباشرة للمعادلة البريطانية، وفي اللي بيذاكر المعادلة أثناء ما هو بيذاكر بكالوريوس الطب شخصيا، يعني هو ناوي على أن يسافر لبريطانيا من قبل حتى ما يتخرج من كلية الطب. في 4,000 في ألمانيا و 2,500 في فرنسا. ده معناه إيه؟ معناها انه اكتر من 60% من اطباء مصر خارج مصر. معناها ان مصر اصبحت طاردة للاطباء، مصر لم تعد بيئة مناسبة لمعظم الاطباء. طيب ليه؟ القصة طبعا جزء كبير منها في العائد المادي الضعيف جدا للاطباء. الدكتور على بال ما يقدر يفتح عيادة قدامه على الاقل ما بين يعني 5 ل 15 سنة بعد التخرج. يعني لو ربنا كرمك وطلعت في الصحة مثلا، ممكن على الأقل 5 6 سنين لو أنت شاطر قوي وخدت الماجستير في فترة يعني صغيرة ممكن تفتح عيادة. ولو أنت دخلت الجامعة هتتأخر بزيادة، لأن في الجامعة غالبا ما بتقدرش تفتح عيادة إلا بعد الدكتوراه، وحتى لو فتحت بعد الماجستير بتفتح في أماكن بعيدة ومراكز صغيرة وكلام زي كده أو مستوصفات. وبعد ما تفتح عيادة الدنيا يعني ما زلنا برضو احنا عندنا عقدة او يعني انت لما بتكون عيان بتدور عادة على اكبر دكتور في التخصص، مش على دكتور القريب منك او الدكتور اللي انت يعني تأمل فيه الخير من الناس اللي هم قريبين منك. بتدور على احسن واحد، وبتدور على اللي في مصر، وبتدور على اللي في المراكز الكبيرة او في عواصم المحافظات. فبالتالي الدكتور الجديد بياخد وقت كبير جدا على بال ما يبتدي يتعرف، وعلى بال ما شغله او على بال ما عيادته تبتدي تبقى مجدية اقتصادية بالنسبة له. اضف الى ذلك انه اصلا دخل الحكومي او الدخل الشغل في المستشفى، سواء مستشفى حكومي او خاص، بيبقى دخل يعني قليل جدا وضعيف جدا بالمقارنة بنظيره في اي دولة برة. مش هتكلم عن الخليج واوروبا، هتكلم حتى عن الصومال وعن الدول اللي هي اللي احنا بنشوف ان هي دول فقيره او دول يعني قليله الدخل، لكن دخل الطبيب هناك بيبقى اكتر من مصر. الفكره كمان مش في الدخل المادي بس، يعني كتير من الناس ممكن تتحمل الدخل المادي قليل، او لو هو اصلا من عيله مثلا اقتصادياتها كويسه ممكن يعيش فترة بدون دخل او بدخل بسيط لغاية لما ربنا يكرمه ويشتغل بالبرايفت بتاعه او عيادته يعني. لكن المشكلة الاكبر بتبقى في الظروف الاخرى اللي بيعاني منها الطبيب في مصر. الطبيب في مصر، محاية الطبيب المقيم او النايب يعني، بتبقى يعني ظروف صعبة جدا. طبعا المشكلة انها حلقة مفرغة نظرا لنقص عدد الاطباء، فالاطباء بيشتغلوا في ظروف غير ادمية، فبتكون النتيجة ان كتير منهم بيطفش فالاطباء بينقصوا اكتر وهكذا. الظروف غير ادمية دي منها مثلا ان ممكن الطبيب يقعد في النبطشية 48 و72 ساعة متصل، وما اعتقدش ان في بني ادم في اي شغلانة في الدنيا يقدر يشتغل اكتر من 12 ساعة متصل، فنبقى بقى 24 و36 و48 ساعة. هتقول لي معظم النبطشية بتبقى فيها يعني اوقات في النص ان ممكن الدكتور ينام، هقول لك ماشي، الطبيب ممكن حتى لو نام هينام مثلا ساعة ساعتين كل فترة يعني كل كام ساعة، وهينام بعين واحدة لانه متوقع في اي لحظة يرنوا عليه او يندهوله تعالى الحق في حاجة. ده غير ان في نبطشيات كتيرة بتبقى صعبة وسخنة وما فيهاش اي وقت فاضي او اي وقت متاح للدكتور ان هو ينام، وبالتالي ممكن ما ينامش فعلا. وبنسمع كتير وسمعنا كتير عن اطباء ماتوا اثناء النبطشيات. ليه حلها ان الدكتور ما يبقاش عنده نبطشيه اكتر من 12 ساعه او 8 ل 12 ساعه؟
ودي محتاجة زيادة عدد الأطباء في كل المجالات بدون استثناء. الحاجة التانية، نظرة المجتمع للأطباء مش نظرة إيجابية بشكل كبير. الدكتور دايما الناس بصاله يعني حطاه على الميكروسكوب، لو عمل 100 حاجة صح وأخطأ أو صدر منه أي حاجة سواء بقصد أو بدون قصد بتتعلقه بالمشنقة. الدكتور مطلوب منه في بلدنا إنه يكون مغسل وضامن جنة، لو حصل أي حاجة للمريض حتى لو مضاعفات مكتوبة في الكتب، أهل المريض والمريض نفسه لو كان يعني لو كان المريض لم يتوفى، يعني لو كان المريض حصلت له بس مشكلة، فالمريض وأهله واللي يتشددوا له بيطلعوا يعملوا يشتكوه في القضاء بقى، وتبقى حكاية ورواية، وممكن كمان يشنعوا عليه على السوشيال ميديا. وفي المشكلة في الآخر إن مفيش، لو ثبت في الآخر إن الشكوى دي كيدية، مفيش وسيلة لاسترداد حق الدكتور ده أو لعقاب المشتكين. هيقول لك هو كان فاكر إن هو في إن ليه حق عندك وبطلع ملوش، أو هو كان فاهم إن أنت أذيته وأنت ما أذيتهوش، فيعني فمفيش طريقة لإثبات إن هو كان شكوى كيدية وبالتالي يعاقب المشتكي. ده بيؤدي بالمناسبة، دي الحكاية دي موجودة في العالم كله مش بس في مصر، بس هي في مصر بزيادة كمان شوية. يعني في مصر يعني زي يعني خربانة من كل حاجة، يعني العائد المادي ضعيف، ونظرة المجتمع مش ظريفة، وكمان الدكتور بيشتغل اندر ستريس وتحت المراقبة والملاحظة، ولو حصل منه أي شيء أو حصل للمريض بتاعه أي شيء فهو اللي بيتعلق بالمشنقة، وهو اللي بيتحاكم، هو اللي بيتحط تحت الاتهام حتى تثبت براءته. المتهم في كل العالم بريء حتى تثبت إذنته، الطبيب في العالم برضه كله متهم أو مدين حتى تثبت براءته. وده يعني شيء مش كويس، لأن بعد شوية وبدأ فعلا في مصر وفي العالم وفي مصر أكتر يعمل حاجة اسمها الديفنسيف ميكانيزم أو الديفنسيف ميديسين، طريقة الدفاعية في الطب بيسموها ديفنس ميكانيزم أوف طب أوف ميديسين أو الديفنسيف ميديسين، الطب الدفاعي. إيه معناه؟ معناه باختصار إن الدكتور أصبح وهو بيعالج المريض نمرة واحد في تفكيره كيف يحمي نفسه. الدكتور دلوقتي وهو بيعالج المريض اول حاجه بيفكر فيها ازاي احمي نفسي، مش ازاي اعالج المريض. يعني لو قدام المريض لو تدخلت احتمال 50% المريض هيتحسن، و50% المريض مش هيتحسن وحالته هتسوء، وبالتالي ممكن اهله يشتكوني او هو يشتكيني وادخل في سين وجيم، لا يبقى ما تدخلش خالص وخليه هو ونصيبه. لو 90% المريض هيتحسن و10% المريض هيموت بعد التدخل بتاعي، لا مش هعمل تدخل واسيبه منه نصيبه بقى، هو وقدره بقى، وهرفض اعالجه. وده بنلاقيها ان الحالات الصعبه معظم المستشفيات حاليا ومعظم الاطباء بيرفضوا اصلا علاجها. لكن انا عم انا ماليش دعوه بالعيان ده، عاش عاش مات مات ماليش دعوه بيه، انا هدخل في حاله عكه. ليه؟ هي حتى اسمها بلغتنا احنا في الطب حاله عكه، يعني الحاله دي او المريض ده اموره مش سليمه او مش كويسه، واحتمال المضاعفات من التدخل الطبي فيه بيبقى عالي، وبالتالي انا ايه اللي هيدخلني في سكه زي كده. المشكله ان المريض واهل المريض مهما كانوا ماضيين على اقرارات واقرار عالي الخطوره واقرار بان المرض ده ممكن يحصل منه مضاعفات الف ب ج د، لما بتحصل المضاعفات دي بشكل حقيقي للمريض ويلاقي نفسه كان داخل مثلا على رجليه وطلع مثلا بعكاز، او داخل بكذا وطلع بكذا، او داخل بيشتكي الدكتور والموضوع بيتحول برضه للقضاء ويتحول للمحكمة وقصة كبيرة جدا، وفي الاخر برضه الدكتور بيفضل شهور واحيانا سنين في قضايا ومحاكم وسين وجيم وكأنه متهم وكأنه مجرم. فكل دي على بعضيها بتخلي الاطباء يطفشوا بالاخر يعني. ف يعني مش عارف الموضوع يعني يتحل ازاي. زي ما قلت لك ان قصه العائد المادي او الدخل بتاع الطبيب يعني هو مهم لكن مش اهم جزء. لو الدخل قليل او نص نص لكن الدكتور محترم مجتمعيا بشكل قوي يعني، وفي نفس الوقت القانون بيحميه، يبقى هيقعد. مش يعني كتير منهم مش هيغادر مصر يعني ايه لمجرد العائد المادي، خصوصا لو هو اصلا من يعني
من بيئة أو من مجتمع أو من عائلة إلى حد ما مادياتها معقولة، فممكن يتحمل الظروف الصعبة في الأول لغاية لما ربنا يفتحها معاه بعد كده. لكن التعدي على الأطباء في المستشفيات، وأحيانا بتصل للضرب، وأحيانا بتصل إلى يعني تعدي طبعا وتكسير المستشفيات وتعدي على الأطباء بالضرب، وفي أطباء فعلا أصيبوا يعني بإصابات كبيرة بسبب تعدي المرضى والمرافقين عليهم. التعدي بالقانون وبالشكاوى الكيدية وغير الكيدية كل شوية والتانية، التعدي على الأطباء في السوشيال ميديا، وإن واحد خد علاج وما خفش أو خد علاج وخف حتى بس شايف الدكتور كشفه غالي، دي برضه من النكت يعني، إن المريض خد العلاج، ودي شفتها كذا مرة، خد العلاج وخف ويطلع بعد ما خف يشنع على الدكتور إن كشفه غالي. طب ما أنت اللي رايح له بعلاجك، محدش هو حد جبرك تروح له؟ فيعني أنا مش عارف يعني الدكتور اللي كشفه رخيص يقولوا عليه إن هو مش دكتور كويس وإن هو دكتور على قد حاله، واللي كشفه غالي يقول لك ارحم الناس، أنت كشفك غالي ليه؟ فيعني رضا الناس غاية فعلا لا تدرك يعني. هو من حيث بقى المبدأ، أنا رأيي الشخصي إن هناك مهنتان مش هينفعوا أو مش هينفعوا بشكل كامل في مصر وفي العالم كله طالما فيهم برايفت، طالما فيهم خدمة خاصة، الطب والتربية والتعليم. أنا رأيي الشخصي قد يختلفنا عليه منه يعني عارفين كتير، إنه الطبيب والمدرس الاتنين المفروض يبقى شغلهم فقط في الحكومة. الطبيب يبقى له المستشفى بتاعته او الجامعه بتاعته او المركز الطبي اللي شغال فيه، المدرس بيشتغل في مدرسته وفقط، اديله عائد مادي يخليه ما يحتاجش ان يشتغل شغلانه تانية، وفي نفس الوقت امنع تماما اي خدمه من بره. في الحاله دي الدكتور هيبقى مش هيبقى عنده موبايلين، مش هيبقى عنده مستشفى وعياده، ومش هيبقى عنده خدمه خاصه وخدمه حكوميه، والمريض هياخد حقه بالكامل، بشرط ان فعلا الدكتور يكون واخد اصلا حقه برضه وعايش حياه كريمه. مشكله الاطباء في مصر مشكله كبيره وعويصه، لن يحلها زياده عدد الخريجين او زياده عدد المقبولين في كليه الطب، ده بيحل المشكله مؤقتا، لكن المشكله كبيره اكبر بكتير مما نتخيل. النهاردة في أقسام كاملة ما فيهاش العدد الكافي من الأطباء، وفي بعض المستشفيات قفلت بعض الأقسام بسبب عدم وجود أطباء من هذا التخصص، وأكثر تخصصات الدكاترة بتطفش منها حاليا زي التخدير، العناية المركزة، الاستقبال والطوارئ، الحوادث، الحاجات دي كلها الدكاترة بدأت تطفش منها لأنها ريسك، خطر ومشاكل وقضايا، وفي نفس الوقت ما بياخدش أي مقابل مادي زيادة عن زميله بتاع الجلدية وبتاع التجميل والحاجات اللي هي ما فيهاش ريسك كتير. فيعني مش عارف تتحل ازاي الحاجات دي، في جزء طبعا على الدولة بزيادة مخصصات الأطباء وزيادة بدل العدوى وزيادة يعني التقدير المادي ليهم، وفي نفس الوقت في جزء على المجتمع يعني التعامل مع الدكتور بطريقة زي ما كنا بنتعامل معاه زمان، طريقة الحكيم. طبعا احنا على قناة الحكيم باشا، فزمان كان الدكتور بيتقال له يا حكيم أو الحكيم فلان، والحكيم باشا دي كلمة تركي معناها الحكيم الكبير، كلمة باش يعني الكبير، يقول لك باش مهندس يعني المهندس الكبير، باش حكيم أو حكيم باشا يعني الحكيم الكبير، وكان بيقال عليه حكيم لأنه ما كانش بس بيعالج بالطب والدواء، كان بيعالج برضه بالحكمة، وكان يعني كان زي معالج النفسي كمان، فكان بيشمل يعني أو بيحتوي معظم الحكمة والعلم والدين كمان، وكان بينظر ليه نظرة احترام وتقدير بشكل كبير جدا. احنا لغاية فترة قريبة جدا كان الكلام اللي بيقوله الدكتور بيسمعه المريض ويقول آمين وينفذه. النهاردة احنا بنشوف المريض الفيلسوف اللي داخل على النت وقرا كلمتين ويجي يجادل فيهم الطبيب، اصل انا قريت على النت يا دكتور. فلا برضه بيخلي الدكتور يبقى متحفز برضه ويبقى يعني مش حابب انه يتعامل مع هذه النوعية من المرضى. ففي جزء على المجتمع جزء مهم جدا، لانه للاسف لو استمر النزيف بهذا الشكل فهيوصل لمرحلة اننا ما نلاقيش اطباء يعالجونا. مش عايز اقول لكم ان في فعلا بدات الحكايه دي تظهر في الامراض الصعبه والخطيره كتير جدا من مرضى الاورام مثلا،
سرطان الاطفال على سبيل المثال، بتلاقي مثلا الام او الاب بيلفوا بابنهم على كذا مستشفى، ولا مستشفى راضيه تقبل الولد او البنت، لان الحاله مش متوقع انها تخف بسهوله، او ممكن متوقع انها تخف، او احتماليه الشفاء مش كبيره. وبالتالي كل المستشفيات اللي بتشوفها في التلفزيون دي ما بتقبلهوش، لانه المستشفيات دي عايزه تعمل في الاخر سكور، وعايزه تعمل ان انا 90% من حالاتي يخفوا. فهيخفوا ازاي لو انا هاخد حالات وحشه؟ فبينقي الحالات اللي ممكن تخف، لان احنا بنحاسب المستشفيات دي باعتبار انها المفروض تطلع منتج والمفروض العين ده يخف منها، ما بيحاسبهاش نوع الحاله اللي دخلت شكلها ايه. ومن حيث المنطق برضه، يعني بغض النظر عن كل انسان له حياه محترمه، لكن من حيث المنطق انا قدامي فرصه ان انا اعالج 100 مريض، فهنقي ال 100 اللي ممكن فعلا العلاج يكون مفيد بالنسبه لهم، انما ال 900 الباقيين او ال 500 الباقيين اللي علاجي مش هيفرق معاهم كتير، وكده كده 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 هيموتوا او هتدهور حياتهم، ففيش داعي ان انا اضيع وقت معاهم لما انا ممكن اركز جهودي في المية اللي ممكن يتحسنوا بشكل كبير لما ياخدوا علاج. طبعا دي نظرية ان هيومن، غير انسانية، لان في الاخر ال 500 اللي انا سبتهم من غير علاج دول هيموتوا بسبب انهم ما خدوش علاج، لكن ده المتاح قدامي. الخدمة الطبية في مصر بتمر بمشاكل كتير جدا، جزء منها كبير الجزء المادي، وجزء منها كبير نقص المان باور او الكوادر البشريه بسبب نزيف الاطباء للخارج، وجزء لا يقل عن ذلك اهميه نقص الكوادر التمريضيه المدربه بشكل كافي. يعني نسال الله ونامل يعني انه يعني صرخاتنا دي تلقى اذان صاغيه لدى كل من المسؤولين ومن المجتمع، لأنه زي ما قلت هنوصل لمرحلة ما نلاقيش فيها أطباء كافيين يعالجوا المرضى المصريين. ويعني نسأل الله إن اليوم ده ما يجيش أبدا، ونلتقي على خير مع دردشة طبية على السريع. معلش طولنا عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.